وفي أول مباراة يأتي المنتخب السعودي فيسقط الأرجنتين حقيقة. بإذن الله باقي دقيقتين بس. مش باقي شيء بس يا أخوان. الأجواء لا توصف. مباراة للتاريخ، لن ننسى هذا اليوم. الشراسة المرجلة، قامت معركة الرجال. هذا المنتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني باتا في الملعب الآن. يلا نستمتع بقمة كبيرة كبيرة كبيرة. الأجواء رائعة، الملعب خرافي، الحضور الجماهيري بياخذ العائلة يا أخوان. بسم الله، النشيد الوطني للفريقين، والبداية الأصل أن تكون. الفار يحتسب ركلة جزاء للمنتخب الأرجنتيني على المنتخب السعودي، ويبدو أنه إحنا على موعد مع هدف لليونيل أندريس ميسي. خلينا نشوف. والشاب جنبي من فرنسا رسميا. الشباب فرنسيين جنبي. يلا على تنفيذ ميسي ومحمد عويس. محمد عويس من شوي تصدى تصدي رائع لميسي. يلا يلي عويس، يا رب يا رب يلي عويس فعلها. ميسي إنسان زيه زينا، صح إنه كبير لعيب الكلب، بس بدي لأنه قادر. ميسي يا مضيع، فأنت أدها يا محمد. يلا يا أبو جاسم، بسم الله يا الله، على بركة الله يا الله، بسم الله افعلها وأعطي ثقة لزملائك. أو ميسي سجل. ميسي الأرجنتين 1-0. ولع يا اخوان. لا 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 لا، 1-1. وصالح اخذنا كثيرا في الشوط الاول صالح، ولكن صالح يرجع الجميع ويسجل. الاخضر يعدل، الاخضر يعدل يا اخوان. ولع الملعب، شوف الجماهير ولعت 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 ولعت. ولعت ضربة حرة مباشرة للجوت ليونيل ميسي، يعملها ولا لا؟ صمودية الحيطة السعودية، تنبه يا العويس، الله يستر من رجله السامة. هذا البرغوث المخيف وهذه لعباته، صح انه عنده نزول بالمستوى في الفترة الأخيرة في آخر سنة في الضربات الثابتة، ولكنه مؤخرا سجل بالدوري الفرنسي، سجل بسم الله. وهذه المنطقة المفضلة بالنسبة له للتنفيذ، الله يستر يا الله. بسم الله. عرض عرض عرض. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله على بركة الله. يلا يا الحيطة السعودية تألقي. نفاذ عدت بسلام وأمان. صفر فكري.
في هاي الأجواء المخيفة جدا. أنا على يقين أن هذه أفضل مباراة للعرب في تاريخ بطولات كأس العالم. نحن نسخة الأرجنتين في أقوى نسخها، وهي المرشح الأول للبطولة، وهي الأعلى جماهيرية في أي تصويت وتفوز، وفي أول مباراة يأتي المنتخب السعودي فيسقط الأرجنتين. حقيقة بإذن الله باقي دقيقتين بس، دقيقتين بس، مش باقي شيء بس يا إخوان. الأجواء لا توصف، مباراة للتاريخ، لن ننسى هذا اليوم، لن ننسى هذا يوم 22/11 يوم للتاريخ. بسم الله الأجواء. السعودية ضد الأرجنتين 2-2، مستحيل. صفر صفر. روعة روعة يا شباب، روعة. كم فرحة الجماهير، كم فرحتهم. يستاهلون يستاهلون. روعة. أوقفوا ميسي. والله نصور كل واحد، والله نصور.